جينيت الصيفية. والله يسمع. هنا راني، هنا راني من السيستم بتاعي ما يخدمش بال. انا امراه عندي نخدم في الحر، معناها حياتي ما نسترزقش من الفن، معناتها انا عندي اعمالي الخاصه عايشه بها، والفن هدايا مارس فيه كحب، كهوايه، كهويه بلوتو، خاطر انا فنانه مهما نخدم اي خدمه اخرى في مجالي، في مجال تجاري ولا حاجه، لكن انا فنانه، فهمت؟ دونك اما شنو كي نجي نخرج اغنيات ولا برودوي، ما عنديش راني ما عنديش نحسبها في الصيف باش نخدم. تنجم تكون لا مش تنجم تكون مش الفكره نتاع انه لا انا باش نخدم في الصيف وندخل منهم فلوس وتحسبها تجاره، تنجم تحسبها لقاء مع الجمهور، فرصه انه صحيتك هكاك. المهرجانات اي اي الصيفيه تقربني للجمهور، خاصه انه تمس الفئات الكل والجمهور في الولايات الكل، بخاتيك مع الولايات الكل فيها مهرجانات. اي اي ان شاء الله، ان شاء الله. انا باش نخدم على مشروعي هذا، وان شاء الله لقاء الجمهور يكون على نحب نشيخ الجمهور، انا نحبه كي يسمع فندق طاقه يشيخ يشيخ بالبدايه بالبدايه، ويعمل كيف ويعمل ويقول يا معناتها فهمت وينك الحمد لله رجعت لنا. فوالا. يحبوا يشيخ يتسلطن ويشطح زاده ويعمل جو، معناتها فهمت. اما باش نمد واحد وجهه هكاك، احنا النجوميه والظهور الاعلامي شبعنا به في وقت فتره معينه، وكانت ماك تعرف عشناها النجوميه وشبعنا بها، وما اصلا طالعه من معناتها نحبوا نخدموا الفن للفن، نخدموا الفن لانه فعلا الانسان تخلق فنان وعايش كفنان، هذاك علاش معناتها نخدم الفن للفن. اما بالنسبه للحسابات الاخرى والامور الاخرى بعيد عليها شويه، بعيده. اليوم الجمهور كي يعرضوك الناس في الشارع، خاصة الجيل الجديد، أنا متأكدة أنه الجيل متاعي أنا والأكبر يعرفوا سندس طاقة أكيد، لأنه كما قلنا كنت موجودة بكثافة كسوة بأعمالك وإلا في المنوعات، كنا نراوك برشا كليباتك زادة كانت تتعدى من أكثر الفنانات اللي كانت تعمل كليبات، تعاملت مع أسماء كبيرة. اليوم هل أنه الجيل الجديد يعرف سندس طاقة؟ والله اجي نقول لك، انا اسمي اكثر من وجهي معروف، انا اسمي ساعات ما يعقلني حد انا يعرفوا اسمي. سندس طاقة، فهمت؟ معناتها والله ليه الجيل الجديد، الجديد الصغار بالكل، ان شاء الله معناتها ان شاء الله نوصلوا لهم بالفورمول اللي باش نخدموها توا على المشروع الجديد. ثم فورمول اللي هي العصري مع الاحساس والصوت والبريزونس، معناتها تعمل حاجه اللي هي حتى صغار يحبوها، راهو ما تقولش انا هاي بنتي يمكن يمكن قدك معناتها، لكن يحبوا يسمعوا كل شيء، لكن يحبوا الفن معناتها اللي يمس، اللي يمس الفن اللي يمس المشاعر واللي يشبع معناها الانسان، فهمتني؟ خاطر الفن ماهوش فقط ظهور وباز وشطح العبيد وعياط وهي خوضه. ومالوغوزمون هذاك الفن هو المعمول به اليوم. انا اختي العزيزه، انا عندي الكوان تاعي في داري، عندي شيختي، عندي فني، ان شاء الله باش نوصل اللي عايشته باش نوصله للناس في شكل مشروع ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله بعد العيد نسمع جديد الفنانة سندس طاقة ان شاء الله. ان شاء الله.